السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الجميل جئتكم بكلام جميل ودعاء جميل لكي لا أطيل عليكم، فخير الكلام ما قل ودل. تأملوا كلمة الله: أبتليهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم فصبرا جميلا. نقطة إلى السطر، واضح الكلام. ثم يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والثمرات. ثم يختم: وبشر الصابرين. في الأولى صبرا جميلا، وفي هذه وبشر الصابرين. انظروا جزاء الصبر عند الله. كل الأعمال عند الله كون والصبر لوحده. صبرا جميلا وبشر الصابرين. وفي كلام في حالات أخرى يقول: بغير حساب. ما عندوش مول الصبر، ما عندوش الحساب، لكن الصبر خالي في الله. طب هذه بغيت نطمنكم بها على هذه الجائحة اللي حنا كنعيشوا فيها. الناس تصابوا في فقدوا أحبة لهم، فقدوا أعمالهم، نقصت يعني أموالهم، تملكهم شيء من الخوف، وأحيانا شيء من الجوع. هذا ليس عيبا، نحن كلنا بشر. تأملوا كلام الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله فضيلة وراحة. ارجع إلى الله بصدق ولا ترجع لغير الله. إحساسك ساعتها سيتغير، تنزل عليك سكينة ورحمة من الله. هذا بخصوص كلمات من كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك. ثم ارتأيت أن أقول لكم دعاء جميل يحبه الكثير من العارفين بالله وأولياء الله، ألا وهو تقول قبل السلام من الصلاة أو بعد السلام. ألا وأن الكثير من العارفين لا يستحسنون أن تقوله قبل أن تسلم، يعني بعد التحية تقول: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، ثم تسأل ما تشاء. أخي أختي، يوما مبارك سعيد، فيه إن شاء الله تغفر الذنوب وتمحى إن شاء الله، فيه يستجاب الدعاء، فيه يرفع إن شاء الله هذا البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.